جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل تنتهي في القاهرة بعد تسليم حماس ردها على مقترح الاتفاق الأخير. حماس أعلنت أن وفدها سيغادر القاهرة للتشاور مع قيادات الحركة على أن يعود مجدداً يوم الثلاثاء بحسب بعض المصادر. ذات المصادر أضافت أن حماس أكدت على الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من غزة وعودة النازحين وبدء الإعمار وإنجاز صفقة تبادل الأسرى. في الأثناء مشاهدين توجه مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز إلى قطر في وقت قالت رويترز إن المفاوضات تقترب من الانهيار. رغم ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف جالانت أنه قال لنتنياهو إن الصفقة جيدة ويجب الموافقة عليها لعودة المحتجزين. وبشكل عام مشاهدين موافقة الطرفين ستعني التوصل لصفقة بموجبها يطلق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين مقابل أسابيع من التهدئة. وغالبا لا تعلن جهات رسمية من الطرفين عن مضمون المفاوضات ويتم الاعتماد على التسريبات من مصادر ومسؤولين سواء من جهتي التفاوض أو الوسطاء. وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتخريب الجهود المبذولة في المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة في غزة. سابقا كان هنية شدد على أن حماس جادة وإيجابية بشأن المفاوضات وأن وقف الهجوم الإسرائيلي في غزة هو الأولوية الرئيسية بالنسبة لحماس. على الجانب الآخر مشاهدين اعتبر نتنياهو أن مطالب حماس لا يمكن قبولها معتبرا أن الاستسلام لمطالب حماس وإيران على حد قوله سيكون بمنزلة الهزيمة لإسرائيل. لو خبص ومتان طوال المفاوضات أدرت إسرائيل استعدادها لقطع شوط طويل، ولكن في حين أبدت إسرائيل هذا الاستعداد ظلت حماس متحصنة في مواقفها، وأهمها المطالبة بسحب جميع قواتنا من القطاع وإنهاء الحرب وترك حماس سليمة. لا يمكن أن نقبل بذلك. نحن لسنا مستعدين لقبول وضع تخرج فيه كتائب حماس من مخابئها وتسيطر على غزة مرة أخرى وتعيد بناء بنيتها التحتية العسكرية وتعود إلى تهديدنا في المستوطنات المحيطة في مدن الجنوب وفي جميع عن حال البلاد. إن الاستسلام لمطالب حماس سيكون بمثابة هزيمة لإسرائيل، سيكون ذلك انتصارا كبيرا لحماس ولإيران، ولذلك فإن إسرائيل لن توافق على مطالب حماس التي تعني الاستسلام وستواصل القتال حتى تحقيق أهدافها كافة.